راشد، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور، اهلا وسهلا لك احمد، حياك الله. كل التحيه لكم وجهودكم واضحه، وان شاء الله هكذا تاتي جمله الاهداف اللي من خلالها وضعتم هذا الملتقى ان شاء الله. الحمد لله، نامل ذلك، وشكرا لكم ايضا على تسليط الضوء على الملتقى وعلى هذه الاستضافه. الله يسلمك، اكيد واجب. ماذا يمكن قوله عن هذا الملتقى الذي بدا من يومين تقريبا؟ الملتقى يا احمد طبعا هذا عرف سنوي. نعم. تقوم به إدارة الشؤون التعليمية والتدريب. نحن نعلم طبعا أنه الهيئة التدريسية تسبق في دوامها دوام الطلبة بأسبوع. صحيح. وهذا الأسبوع أتوقع في وزارة التربية والتعليم أيضا خصص للإنماء المهني. وطبعا الإنماء المهني يأخذ أشكال متعددة. احنا في إدارة الشؤون التعليمية والتدريب ارتأينا أن يكون الإنماء المهني في صورة ملتقى تربوي سنوي، الآن مر علينا 8 سنوات. نعم. هذا الملتقى طبعا يستهدف معلمي معاهد العلوم الإسلامية ومعلمي مدارس القرآن الكريم، كذلك يستهدف الوظائف المرتبطة بالتدريس اللي هم مدراء المعاهد، مساعديهم، نظار مدارس القرآن الكريم، الأخصائي الاجتماعيين، أمناء المكتبات، مشرفي السكن، المشرفين التربويين، وتخصصي المناهج. نعم. بالنسبة لأهداف الملتقى، طبعا الملتقى كل سنة أهداف تختلف عن السنة التي تسبقها، على اعتبار أن العملية التعليمية عملية متغيرة ومتطورة. صحيح. وحتى أنه في هذه السنة اخترنا له شعار واقع وطموح. طبعا وقفنا على الواقع الذي وصلنا إليه من خلال تجاربنا في الملتقيات السابقة، وانطلقنا أيضا من خلال البرامج التي وضعت في هذه السنة لما نطمح إليه إن شاء الله في خلال السنوات القادمة بإذن الله تعالى. بإذن الله. كيف تمت هذه الأيام من بدايتها أستاذ راشد؟ الأيام كانت افتتاح رسمي في يوم 22 اللي هو يوم الثلاثاء. نعم. رعى الافتتاح طبعا سعادة الأمين العام للمركز، وقدمت في اليوم الأول يعني بعيد الافتتاح ورقتي عمل عامة لجميع المستهدفين، جميع الشرائح المشاركة. الورقة الأولى كانت حول وثيقة فلسفة التربية والتعليم في السلطنة التي اعتمدت قريبا يعني ونالت مباركة سامية من لدن جلالة السلطان. الورقة الثانية أيضا كانت عن المؤشرات التربوية التي يستطيع من خلالها التربويون وأولياء الأمور وغيرهم من متابعة التحصيل الدراسي للطالب وتطوره المعرفي. اليوم الثاني اللي هو كان يوم الأمس خصص للأوراق التخصصية، يعني لكل شريحة من الشرائح المشاركة ورقة تخصصية خاصة. المعلمين لهم أوراق، مدراء المعاهد ومساعديهم لهم أوراق، كذلك المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين ومشرف السكن الداخلي. نعم. اليوم يوم اليوم هو يوم الختام إن شاء الله، وأيضا بدأنا به من الصباح في ورقة لقاء، يعني كل مشرف تربوي يلتقي بمعلميه ويقدم لهم ورقة تستمر لمدة ساعتين. طبعا أنا الآن خرجت من الورقة بس فقط لإجراء هذا اللقاء معكم. جميل. أكيد. بعد هذا، عذرا قاطعتك، تفضل. بعد هذه الورقة ستكون هناك محاضرة للشيخ الدكتور سيف الهادي. نعم. وبعدها إن شاء الله حفل الاختتام بإذن الله تعالى. كل هذه الفعالية مقامة بقاعة المحاضرات بجامع سلطان قابوس الأكبر. نعم، هي طبعا المحاضرات العامة فقط في القاعة الكبرى. نعم. الافتتاح والمحاضرات العامة. نعم. بينما الأوراق العمل التخصصية في معهد العلوم الإسلامية بمسقط، على اعتبار توفر عدد من القاعات هنا. نبارك لكم نجاح هذا الملتقى أستاذ راشد، وإن شاء الله هكذا يعني سنويا يتكرر، وأيضا سنويا يقام لمزيد من الفائدة لكل الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها بمعاهد العلوم الإسلامية ومدارس القرآن الكريم. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق، إذا أردت أن تضيف شيئا آخر. لا، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد، ما عندنا إضافة إلا أن فقط يعني كلمة شكر نوجهها سعادة الأمين العام للمركز الذي ارتى أن يكون هذا الملتقى تقليد سنوي بإذن الله تعالى، وشكر لكم أيضا على هذه التغطية، ونأمل ونرجو من الله تعالى أن يكون تواصلكم دائم مع مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم لتغطية فعاليات أكثر بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. الفاضل راشد بن حميد غيشي، مشرف دراسات اجتماعية بإدارة الشؤون التعليمية والتدريب بمركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، شكرا جزيلا لك.